والله حلوة يعني. شركس شركس على طول فؤاد فؤاد ماشي بكورته ويلعبها جميله لمصطفى علي جابر. الله عليك مصطفى الهدف الثاني عند فؤاد عند محمد فؤاد محمد فؤاد محمد فؤاد يلعبها عند الشيخ ناصر هناك ناصر لفؤاد حلوة حلوة للعندليب العندليب فؤاد 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 على طول حلوة يا فؤاد ويلعبها ولكن عاوز يجرب ويشوط حلوة جميلة جميلة تطلع فوق العارضة حلوة 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 لزيزو زيزو يا سلام عليك رمي التماس يلعبها كالوشة كالوشة لفؤاد فؤاد على طول يعدي من واحد والتاني حلوه يا فؤاد حلوه ويلعبها على طول حلوه بكار على طول يلعبها لفؤاد فؤاد ليه حلوه فؤاد حلوه يا فؤاد حلوه يا فؤاد محمد فؤاد وادي خطره فؤاد مين معاه الراجل ده عدم الاول والتاني الله 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 هوبا يا هدف الله هدف جميل هدف جميل محمد رمضان وخطأ دفاعي من الطراز الأول محمد رمضان وهدف الثاني في وقت قاتل في وقت عصيب من زمن الشوط الثاني والمباراة والدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني